احنا نحتاج الى خبراء ومختصين في هذا المجال حتى نتعرف على النظام الغذائي الصحيح. اذا يسرنا ان ينضم معنا للحديث اكثر حول الموضوع من العاصمه بغداد عبر الاقمار الصناعيه الطبيب المختص والباحث النفسي الدكتور سيف جنان. فاهلا وسهلا بك، يسعد صباحك دكتور. صباح الخير دكتور، تسمعني؟ صباح الورد والياسمين على عيونكم يا اغلى ناس. يا اهلا وسهلا، اكيد منورنا، واحنا اليوم متحمسين ومحضرين لك هواي مواضيع حتى نسالك بيها ونتعرف من خلالك على النظام الغذائي السليم، وخاصه لشريحه معينه من الاشخاص اللي مصابين بمرض السكري. نريد نعرف انواع السكري وشلون نقدر نسوي نظام سليم او نظام غذائي سليم حتى ما ياثر على صحتهم. صباح الورد، يمكن شوي اذا يقطع عندي صوت. اذا سمعت السؤال صحيح، فانه انواع السكري وكيف نحصل على نظام غذائي سليم، صحيح؟ اذا الصوت لان الصوت ده يروح ويجي عندي. السكري هو يعني اكو نوعين للسكري اللي هو تايب 1، النوع الاول اللي يصير عاده في الاطفال، هذا المتعارف عليه مو علميا بدقه، اللي يصير في الاطفال تايب 1 دايابيتس والى عمر محدد، ومن ثم اكو تايب 2 اللي هو مثل ما قلنا عند كبار السن. المشكلة هي ليست في السكري، يعني في establishment of diabetes، يعني انه الانسان صار بسكري وخلص. هسه من دا اشوف نتيجة الاستفتاء يعني كارثة، هي اكو شيء بالوسط بين انه الانسان طبيعي ما بي عنده اي مشكلة وبين انه اكو انسان مصاب بالسكري. ما اعرف صوتي واضح؟ انا مدى اسمع واضح؟ واضح الان، واضح اكيد دكتور، تفضل. مدى يجيني اي صوت؟ اكو ديلي بسيط دكتور، يوصل لك الصوت بعدين ان شاء الله. الو اوكي، احنا نسمعك، تفضل دكتور. تمام اوكي. المشكله وين؟ عندنا الناس الطبيعيين اللي ما عندهم سكري او ما عنده اعراض سكري، واكو ناس عندها سكر. وين الكارثه سيناوي نورهان؟ نعم. اكو 50% تقريبا من المجتمع هم بري دايابيتيك او عندهم استعداد للاصابه بمرض السكري، وهنا الكارثه. يعني شنو؟ ذول الناس طبيعي، إنسان عادي يتمشى ويروح ويجي ويمارس حياته طبيعية بشكل معتاد، لكن في جسده أكو كوارث وأكو حروب وانفجارات ومشاكل، لأنه الجسم ده يحارب مع أنه ليكم بمرض السكري بسبب تناول الأطعمة الغير صحيحة من الكربوهيدرات الفارغة ومن السكريات، يعني من الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والرز الأبيض والخبز الأبيض والصمون الأبيض والزيوت المهدرجة. هذه الأمور ترفع مستوى السكر جدا في أجسادنا، في البنكرياس اللي هو هنا تقريبا في منطقة يعني إذا قريب من المعدة والأمعاء، اللي هو مسؤول عن فرز الإنسولين، والإنسولين هو الذي تقريبا يدخل السكر إلى داخل الخلية حتى يصير عندنا طاقة. لكن عندما نتناول السكر فوق المعتاد اللي موجود في الشاي وفي القهوة وفي الكاكاو وفي الآيس كريم وفي والخبز الأبيض والكربوهيدرات اللي تتحول إلى سكريات، البنكرياس يصير في حالة يا بو مدى يلحق إفراز الإنسولين بكميات كبيرة. والخلايا توصل حد أنه تكتفي من السكر، فش تسوي الخلية؟ تنقر. أنا يعني بعد ما أريد سكر، هاي اكتفيت، شكرا، إنسولين ما أريدك. يصير شيء اسمه الانسولين ريزيستنس او مقاومه الانسولين. الانسولين مدى يقدر بعد يدخل السكر داخل الخليه، الدماغ يريد يحل هاي المشكله، الخليه مدى يدخل بها السكر، والسكر زايد في الدم لان نتناول وجبات غير صحيه. ينطي اعاز للبنكرياس، افرز لي انسولين اكثر. والبنكرياس يقول له ما اقدر، ابدعت يعني عضو بسيط مسكين ما اقدر اتحمل كل هاي الكميه، لا افرز لي انسولين الا اجبر السكر ادخله داخل الخليه حتى الباقي احوله الى دهون بالخواصر. هاي عمليه الضغط على البنكرياس والمقاومه من الجسد مع العمر قد تولد سكري. وهسه هاي العمليه دا اتكلم بيها قد تكون موجوده في جسدي، في جسدك سنان، في جسد شنورهان، في جسد اللي دا يتابعونا حاليا. نعم. لذلك الفحص في هذا الوقت ضروري جدا حتى اعرف اني واقف على الحافه قبل لا يدفعني السكر واوقع بمرض السكري. لو ممكن انه اني بي استعداد للاصابه بالسكري، خلي اخذ ارشادات ارجع الى الخلف وارجع طبيعي. طيب دكتور سيف، صباح الخير عليك مره ثانيه. صباح الورد والياسمين، منورنا ومشتاق لك كلش هوايه. دكتور سيف، ذكرت شكرا جزيلا. أكو نوعين
من السكر. السكر الأول أو النوع الأول من الإصابة بالسكر هي فقدان هرمون الأنسولين، والنوع الثاني اللي ذكرته حسب ما فهمت من حضرتك هو الإصابة بمرض قد يكون مزمن يسبب خلل بعملية الأيض ويؤدي إلى هذه التراكمات ويسبب مرض السكر. زين، أكو أبحاث ما أدري إذا أعرف صحتها من عندك لولا، يقولون أكو نوع ثالث لمرض السكر يسمى بسكر الحمل أو السكر المؤقت، هذا الكلام صحيح دكتور؟ طبعا صحيح، هو مو نوع، هم اكو تايبس وسب تايبس، انواع يعني اجزاء انواع. ممكن يرتفع السكر للحمل يسبب الاختلال الهرموني يصير عند الحامل، وهذا ينزل بعد الحمل وممكن انه يستقر. وممكن اي انسان يعني احنا سامع بالمصطلح الشعبي واحد هبطوا او فززوا وهيك سوى له وصار بسكر، هو هاي من الخرعه يقول لك انا اخترع لي يسحب ضغطي والفزه. نعم، هي فعلا الخرعه او الهبطه او الفزه او هذه هي ترفع السكر، لكن هي لا تؤدي الى مرض السكري. لا. يعني تخلي الانسان يعني اذا تمشي انت بالشارع وفجاه هجم عليك كلب سائق با 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 با. انت لا شعوريا راح تفز، فبالتالي راح يرتفع الانسولين في جسدك لان الجسد يحتاجه مع الادرينالين والكورتيزون وغيره، حتى وذولا يتنافسون بيناتهم الهرمونات. نعم، ففي الحمل ممكن يصير سكر، في الهبطه او بالخرعه يصير سكر، لكن إذا الإنسان ما عنده استعداد، يعني جسده غير متهرب، يعني جسده زين صحي لأنه يأكل صحي، فلا الهبطة ولا الفزة ولا بعد الحمل راح يستمر عند المرض، راح ينزل ويرجع يستقر طبيعي. دكتور يعني سيف، عفوا، الفكرة أنت عليك أن يعني تحافظ على جسدك حصين من المرض. إذا صار هيك شيء يعني لابد أن الواحد يروح يحلل يشوف السكر إذا مخترع له خرعة أو هيك شيء، لأن عندنا جماعة البارحة بقسم الأخبار تحياتنا لهم خسروا من قسم البرامج 10-0 يعني بالكرة القدم، سووا لعبة حلوة، فنروح نفحص لهم اليوم نشوف السكر مالته. أنا أتوقع لازم نحلل الطرفين، اللي خسروا واللي ربحوا، لأن واللي فاز وشربوا مشروبات غازية وأكلوا احتفالا بالفرح هم ارتفع السكر. جميل جميل. كل إنسان عليه أن يفحص كل كائن حي. سمعت واحد من الناس قال أنا شاب بعد ما عندي أعراض. يا ناس يا عالم، السكر خلال سنين ليس فيه أعراض، هاي البري دايابيتيك. يعني الناس عبالهم إذا هو عندي جفاف لازم أشرب ماي، إذا بالليل يتدرر هواية هذه معناه بسكر، ما له علاقة يا ناس. هذه إذا صار بيك السكر، أنت إذا هسه عندك استعداد إنه يصير بيك سكر بعد 5 سنين أو 10 سنين أو 15 سنة، هاي الأعراض ما عندك. كل إنسان شاب ما أن يشب للحياة، يجب أن يسوي تشيك أب دوري. إذا ما بي مشكلة كل 6 أشهر يحلل السكر صباحاً، أو يسوي لي شيء اسمه السكر التراكمي. كل من دا يشوفني يا ناس أكو هاي شايفة حاجة بربع حاجة بربع حاجة بربع السبيكرات ودي أسجلها، سوي السكر تراكمي سوي سكر تراكمي سوي سكر تراكمي، يعني وافتر على البيوت. نعم. إذا نسوي ونعرف أنه إحنا ما واصل حد بوردر لاين مخيف، هنا راح أقدر أطمن أمارس حياتي. إذا أنا واصل على البوردر لاين ما حد ما راح يصير بي سكر، لأنه أكو أكثر من عامل، أكو العامل الجيني، الاستعداد الوراثي، أكو سوء التغذية، لكن على الأقل هو ريفرسبل، ممكن تعكسه. إذا صار بيك سكر خلاص تصادها مدى الحياة، لكن أنت ممكن ما يكون بيك سكر وتعكسه. يعني هسه أنت عندك استعداد ورايح برجليك المرض، اندليت الدرب ترجع باكوردز، ممكن تعكسه إذا رجعت تاكل صح. أها طيب، يعني دكتور ذكرت أنت لازم إحنا نكشف مبكراً عن هذا المرض وما له دخل العمر، إن كان أكبر سناً أو أصغر سناً. طيب برأيك للمصابين بمرض السكري أو يعانون من هذا المرض، ما هو الغذاء المناسب لهم؟ شنو الجدول الغذائي لازم يعتمدون عليه حتى ما يسبب لهم إرباك أو يتزايد المرض أو يتفاقم؟ شكراً، سؤال مهم جداً. الفكرة أنه مريض السكري يمتنع فقط عن تناول السكر، يعني شكر ما يأكل، لا بالشاي لا بالقهوة، حلويات، زنود الست، أخدود الست، أظافر الست، هاي الأمور ما يأكلها ما يدخلها لبيته، يعتقد أنه هنا المشكلة فقط، وهذا صح. لكن أكو شيء في أجسادنا يتحول أيضا إلى سكر، ألا وهو الكربوهيدرات الفارغة، ألا وهو والنشويات ستارش غيرها، مثلا خبز الأبيض، الصمون الأبيض، المعكرونة البيضاء، النودلز، كل هذه تتحول إلى سكر بالمحصلة النهائية. يعني أنا مثلاً قعدت لي وحدة أو شخص مصاب بالسكر تناول لي بيض، صح، شكراً جزيلاً،
وبعدين جاب الشاي حط له سكرين اللي هو ماده سامنه، اوكي ما حط سكر، بعدين اكل قرصه خبز ما سويت شيء. يعني الدكتور هذه تاثر السكري الدايت يمكن مثل ما ذكرت، يعني اثر هذا حاله حال السكر الطبيعي العادي. طبعا مو يأثر حالة حالة، لكن هو ما يرفع السكر، لكن هو الأسبارتام هو مادة سامة يجب استبدال مريض السكري، ما يصير ياخذ سكرين، لأن على المدى البعيد السكرين راح يتعب الجسد أكثر من السكر نفسه. أكو نبتة اسمها ستيفيا، هذه أنا ليش دا صيح؟ أوكي، أكو نبتة اسمها ستيفيا، هاي النبتة الهندية طبعا من حرقة قلبي على الناس طبعا. هاي النبتة عندك السكر دير بالك دكتور، ستيفيا ممكن يفيد الإنسان أو يتعلم يشرب الأكل مر. الأكل الصحي لمريض السكر يعني القمح الكامل نصف صمونة أو خبزة قمح كامل أو شعير كامل. الألياف ضرورية لمريض السكري. واحد، اثنين، الكربوهيدرات شيلها ما أريدها، السكريات شيلها ما أريدها، الألياف، الفيتامينات، المعادن. وأكو موضوع راح يصدمكم، جاهزين؟ قعدوا زين على الكراسي ناوي نورهان، مستعدين دكتور؟ راح اصدمكم. ربط حزامك، ربط الحزام التهم، انا رابطه من زمان. ربط رباطك. الانسان يفيده جدا تناول الدهون. اها الله يعيننا ان شاء الله. بس يا دهون، طيب الدهون الحيوانيه، الدهون ماخذه سمعه سيئه، خطيه الدهون. هس عفي عليك، الدهون ماخذه سمعه سيئه، يعني جبن منزوع الدسم، حليب مندوع، الدهون اصبحت كانه لعنه العصر، انت الارهابيه التي تطيح بالبشر. خطيه الدهون وقفوها بالزاويه وبدا يريدون يعاقبوها. وابدا الدهون مفيده لاجسادنا، بريئه من هذا الموضوع. مريض السكر والانسان العادي، مريض القلب والضغط والعادي، يتناول البروتينات باللحوم والاسماك والدجاج، يتناول الياف بالخضروات، يتناول فيتامينات بالفاكهه، خلصنا. والشيء المهم الا وهو الدهون. بس يا دهون. الدهون الصحيه، اكو دهون غير صحيه، هاي الزيت الاصفر اللي نقلب بيه، زيت دوار الشمس، المهدرجه الشمس وزيت الذره، دكتور المهدرجه قصدك؟ هاي زيوت غير صحيه. شلون المهدرجه رحم الله والديك، والديك صحه وبركه وسلامه وعافيه الله يبارك من الان والى الابد. الله يخليك دكتور. دكتور متزوج؟ الحمد لله وشكر. متزوج سنان؟ متزوج وعندي جهال اثنين. الله يسعدك بحياتك يا رب. لان كذا متزوج شو ترى دكتور؟ ردت اقول لك يعني الله ينطق بيت الحلال، تحبك وتدلك وتهنيك وتحضك بنص عيونه وتقول لك شبيك لبيك انا والخلفوني بيني. الله يبارك فيك. الدهون المهدرجه سيئه، الدهون الجيده مثلا المكسرات الحلوه هاي دهون جيده. المكسرات الافوكادو بدهون جيده، زيت زيتون بدهون جيده، زيت جوز الهند بدهون جيده. زين طيب دكتور، اذا تسمح لي، اقفد موضوع همين كلش مهم بما انه نتكلم عن التغذيه، اسلوب التغذيه لمرضى السكر. اكو نعم. مصطلح اسمه السكر الخفي، الاي مو المرض قصدك السكر؟ لا الشكر. مصطلح السكر الخفي بالاغذيه الصحيه. السكر الخفي بالأغذية، وضح لي أكثر. يعني مثلاً خاف السكر المخفى في الأغذية الصحية. الخفي أو المخفى هي طب النهاية نفس تقريباً نفس السياق يعني. بس مثلاً هسه إذا نضرب مثال يعني علبة الكاتشب هذا اللي نحطه على السندويشة مع البرجر أو نستخدمه بأي استخدامات أخرى، هذه علبة الكاتشب الوحدة تحتوي تقريباً على 130 غرام من السكر، وهي بالنهاية طماطم المفروض معصورة. أوكي سؤالك ذكي وأنت متابعني زين، شاطر انت متابعني يعني، انا مسوي عنه حلقات، عشت ايدك سنان. السكر المشكله اكو شيئين، المخفف واللي حضرتك قلت الخفي، فهمت قصدك. اكو السكر ماكو هسه اكله بالحياه ما يضاف لها السكر. تخيلوا هسه الخبز والصمون بالعجين قاموا يضعون سكر، الكاتشب سكر، المايونيز سكر، الصاص سكر، صلصات السلطه سكر، كل شيء بدا يضاف له سكر، المعلبات بيها سكر، السكر بدا يدخل كل الاكلات. وين سنان باع النذالة؟ وين وصلت بشركات إنتاج السكر؟ وصلت حد الأمور المختصة بالرجيم ما بيها سكر. نعم مو السكر تدري شنو كارثة؟ يا ريت باقين على السكر العادي هذا الشكر اللي هو أصلا لعنة. نعم. حولوا إلى شيء اسمه كورن سيروب،
سكر أرخص بكثير من السكر العادي وأخطر. ينطي حلاوة أكثر يعني بس شنو رديء جدا للجسم ويحطوا بأسماء مختلفة الفركتوز المادري منه الجلوكوز المادري شنو أسماء مستعارة هو كورن سيرب هذا السكر الكذاب قاموا يضعوا في المشروبات الغازية المعروفة عالميا ما أقول براندات حتى لا يقهضوني موجود في العصائر المحلاة فاني وزاني ولاني وفاني وهذه موجود في الصلصات موجود في الوجبات السريعة تخيل إذا شربت أنت هطية عصير أو مشروب غازي نعم. هاي مضاف إلها الكورن سيرب هذا كارثة للجسد مو بس يسوي سكر أمراض قلب وضغط دكتور هسه والله ما ورطت المشاهد السكر والله ورطت المشاهد يعني هسه أبو السكر شاكل شيشرب يعني هسه صارت عنده خوفه هسه أنطيك لا حبيبي البيض خبز الشعير يخبل يجنن المعدنوس والكرافد والرشاد والشجر والسبيناخ والفجل والكراث المرق بانواعه التمن الاسمر بانواعه الفاكهه ثمره او ثمرتين باليوم اتس اوكي اتس فاين يخبل لحوم حمراء مرتين بالاسبوع الدجاج مرتين بالاسبوع الاسماك ثلاث مرات بالاسبوع ياكل كل شيء عزيزي يعني ياكل الصبح بيض شويه يحط له شويه دهن حر او شويه زبد يقلي اتس اوكي ربع صمونه شعير تموت باقه معدنوس تجنن وراها بالدوام جاع حفنه من المكسرات الحلوه جوز لوز فستق تخبل يرجع يتغدى من اسمر او حتى لو ابيض مبزول شويه مرقه بانواع هالشجر والتبسي العراقيه والدولمه العراقيه بالعافيه بس ياكل لي خضره وبصل يشرب لي مي اللبن الفوق اللي يخبل بالليل يتعشى قطعه دجاج او قطعه سمك او قطعه لحم مع الخضروات مع السلطه سلطه الافوكادو والطماطه والجزر والخس والنعناع والريحان ياكل كل شيء بس لا خبز وصمون ابيض ولا سكر حلو طيب يعني زين دكتور يعني سيف يعني انت تعرف نظامنا الغذائي جدا سيء بالعراق لان اكلاتنا اكثريتها دسمه ومشبعه بالدهون ومشبعه بالسكريات يعني شلون ممكن ناكل اكلات دسمه بس بعيده عن هذه الامور ممكن اللي تضرنا او تخلي خلل بالنظام الغذائي يعني سالتيني سؤال شلون ممكن اشمر نفسي من طابق 11 وما تكسر غريب يعني هسه اني بالنيابه عن نفسي دا احكي يعني أوكي. بالنيابه عن نفسي سمعت طيب أوكي. يعني هسه اني اذا اكل جبن وشاي ما اشبع بصراحه يعني الصبح ما اشبع اذا ما اكل فشي دسم ما اقدر مثل شنو يعني بيض وهاي السوالف يعني لازم بيها املاح ودهون وهيجي باكه يعني تشرب مال باقله هيك قصدها دكتور لا ابدا مو باكه كذب من الصبح باكه لا حرام عليك اوكي طيب اكو شيئين اكو امرين الامر الاول انه اني اكل صحي مثلا خمس ايام بالاسبوع هذا اني اسوي ويوم اسوي لي يوم مكافئ يعني من اطلع الى مول او مطعم مع عائلتي او معزوم مكان اكل شحب برياني والهوزي والدولمه وهاي السوالف واشرب حتى مشروب غازي مره اسبوعيا اتس اوكي يسمون نظام المكافئ يعني خمس ايام اكل صحي واصبر نفسي راح اقول يلا الجمعه اني معزوم على دولمه واشرب وياها اتس اوكي اصبر نفسي هذا نوع النوع الثاني اني احور مفردات الطعام الى الصحيه قلتي حضرتك تاكلين بيض البيض صحي اتس اوكي اتس فاين بس لا تقلي لي البيض بزيت الذره قلي لي البيض شويه بزيت بذره العنب هاي بيضه خلصنا البيضه اخذيها محليه لا مستورده لان المستورده خاف مو عضويه اخذيها بيض عراقي شويه زيت هذه الصمونه اخذي لي صمونه شعير او صمونه قمح كامل على عيني وراسي ومع الوجبه كلي لازم الياف لازم الياف نص باقه معدنوس اذا انت كلتي بيضتين عوافي نص صمونه هني مري باقة معدنوس مطرح ما تسري تمري وتغذي وتشفي وتقوي وتصفق وتهلهل يا رب طيب. وجبة تشبع لكن مفرداتها صحية الملح لا هذا الـ NAC ملح الطعام متأكد هي تشبع هذه الوجبة البحري. حرام عليك أو ملح الشورجة شون؟ يعني متأكد هي هاي تشبع هاي الوجبة أنا بالنسبة لي ما تشبعني يعني دام وتمن ومرقة وتشريب عفوا قطع صوت أعتذر تسمعني؟ طيب الصوت بعيد او يمكن اكو خلل بال تسمعني دكتور؟ اوكي بدا اسمع طيب. اسف دكتور شويه صوتي جهوري خاف بلكي اوصل لك ان شاء الله دكتور تسمعني؟
نورهان تقول خاف هذا الاكل يعني ما يكفي الشخص اللي يعني عنده هاي الاصابه عنده مرض السكري ممكن يعني مثلا بعده تكون جوعان بس انت ذكرت بالنهايه ذكرت صوتي قطع مدى اسمعك عموما طيب دكتور نصلح أبقى الصوت بس ابقى ويانا لحد ما شويه يكون اكو تصحيح للاتصال مره اخرى بالمناسبه نورهان ضمن موضوع المرض السكري و للأسف هذا المرض المتفشي في العالم بأكمله قلنا أنه هذا المرض مو حديث الولادة حالياً لكن هو قديم جداً حسب منظمة الصحة العالمية قالوا أنه مرض السكري راح يحتل المرتبة السابعة لمسببات الموت مع حلول عام 2030 صحيح تدري ليش؟ لأنه هو أصلاً يمنع المناعة من الجسم ممكن يضرب البنكرياس نهائيا ممكن الواحد بعد ما يقدر ياكل شيء ممكن يؤدي به الى الوفاه المفاجئ او ممكن يؤدي الى القسم من اعضاء جسمه اللي هو الجونجري او الجنجري نعم اي بعض الاشخاص بسبب السكري يصير بهم هذه الحالات لان تخثر دم ما يكون عندهم صحيح يعني ما يلتئم الجرح هسه الشخص الاعتيادي من ينجرح يطلع شويه دم اذا جرح بسيط يعني وبعدين يتخثر هذا الدم وينتهي يجمد نقدر نقول عليه لكن صاحب مرض السكري هذا الدم مو بسهوله يتخثر مو بسهوله يدمج يعني بالنهايه يا ريت انه يكون الدكتور معنا بالدقائق القادمه حتى نساله على هذا الموضوع موضوع الجنجري يعني احنا دائما نسمعه من ابائنا واجدادنا خاصه صحيح. المعرض للاصابه للسكري يقول لك لا تعرض نفسك الى جرح محدد الى جرح او اي شيء ممكن يعني يعرضه الى جرح لان يعني بالنهايه ما يلتئم الجرح ابدا بسهولة. وينصاب باسم الله يعني بعيد الشر عن الجميع بالجنجري طيب. وبالنهايه يقصون بعض الاطراف وممكن يصعد الجنجري الى مكانات محدده بالجسم وايضا نعم. بالنهايه بالمناسبه اكو تاريخ مميز لمرضى السكر اللي هو 14 من نوفمبر كذلك اليوم يصادف تاريخ مهم اللي هو يمكن هو مرض الملاريا نعم اليوم العالمي لمرض الملاريا بالضبط يعني هذا المرض اللي يؤدي بالحياة الكثير من الناس طيب. إلى الوفاة طيب احنا نرجع لهذا الموضوع وممكن هم تنخصص الدكتور سيف جنان ورجع لنا سيف جنان وراح نرجع لموضوعنا لمرض السكر والنظام الغذائي السليم اهلا بك دكتور من جديد دكتور تسمعنا صوتنا واضح لو لا وياك اي الصوت. طيب دكتور تكلمنا شوية عن بما أنه أنت شوي غبت علينا وبعدين رجعت لنا تكلمنا حول موضوع مرض السكر بس أريد أسألك سؤال أكو مرحلة تسمى بمرحلة ما قبل السكري أو مرحلة ضعف تحمل الجلوكوز أكو شيء طبعا هذا اللي تكلمت به بالبداية هو قبل السكري يعني يجوز في أي إنسان بينا أنه استعداد للسكري ممكن يكون فهذا يعني تفض مشكلته وعدنا في مراكزنا الصحيه هنا في بغداد وفي العراق الكشف المبكر عن المرض السكري والضغط يعني مجانا يروحون المركز الصحي يا ناس بس حللوا شويه دم حتى نعرف بينا سكري او لا مشكله مريض السكري يتعاملون بطريقتين يا اما كلش يوهوس من المرض يوميا يشيك نفسه 3 مرات ويتعانم ويبحث عن الاعشاب ويبحث عن البدائل ويبحث عن خبط رجل بطه ميته مع غراب اعور مع دارسين مع كبابه ويغليها ويشربها او كلش يهمل الموضوع يعني بيا سكري ازاغل واكل بكيفي ومنو ابو باشر وكنا راح نموت لا هذا صح ولا هذا صح الوسطي ان اتعايش مع المرض بالدواء والغذاء والرياضه طيب ومفهوم الشارع العراقي دكتور انه بس كبير السن هو اللي راح يصيبه مثلا مرض السكري بس بالمناسبه انا كنت بالابتدائيه اتذكر اكو كانت انسانه ويانا بصف سادس ابتدائي كانت تعاني من مرض السكر واكو شيء همينه غريب ناس نشوفهم عندهم سكر زمان وناس نشوفهم عندهم سكر عوده شنو هذا الاختلاف طبعا اولا النوع الاول من السكري يصيب الاطفال لا. يعني تايب 1 دايابيتس النوع الاول السكري هذا يصيب الاطفال والاطفال اكو نسبه وهسه دا يزداد في عصرنا الحالي بسبب الاطفال اللي نعطيه شوكليات وكاكاو واكل مو صحي والام الدزه تحط لها صوصجايه بالصمونه والدزه للمدرسه دنزيد السكر النوع الاول وهذا العالم الى كارثه لان قبل كانوا اهلنا ياكلونا هذا خبز النخاله وناكل الاكل الصحي وبيض الصبح هسه ماكو صار سهل الحليب المحلى وهاي السوالف هذا الصغار اثنين الوزن
السمنة أحد مسببات مرض السكري، لأن الخلايا الدهنية في أجسادنا هي فد دماغ خاص بها تتصرف بجسدنا بكيفها وتحكم بكيفها. فعوامل إصابة السكري واحد منها قلة الحركة، تناول أكل غير صحي، الاستعداد الجيني والخلايا الدهنية أو السمنة. لكن ممكن يصير بالإنسان اللي ما بيسمنة، لأن هو دا يتناول كميات كبيرة من أكل غير صحي، لكنه مثلا يتحرك هواية أو الأيض عنده عالي، فبالتالي البنكرياس يتعب بدون سمنة. السمنة مو مقياس، يعني مو أي سمين راح يصير به سكري ولا أي ضعيف ما يصير به سكري. المقياس أنه نعمل التحليل سكر التراكمي حتى نعرف ممكن يصيبنا لو لا. لكن مرضى السمنة تتضاعف أضعاف مضاعفة نسبة إصابتهم بالسكري. وأنا قلت مرضى السمنة لأن السمنة مرض وليست هي فخر أو الكرشي العراقي. لا عزيزي، هذا مرض أنت حاطه في جسدك. نعم. طيب يعني دكتور سيف، قبل قليل تحدثنا بالفاصل عن المرض، مرض السكري. ممكن الأشخاص اللي ينصابون بمرض السكري يتفاقم بحالتهم، أو ممكن يؤدي إلى قطع أجزاء من الجسم بسبب الجونجري، يمكن المعلومة صحيحة؟ أوكي صحيح. المشكلة وين؟ ليش نوصل السكري؟ ما مفروض نوصل إلى هذا النهاية؟ شلون واحد يوصل بالنهاية إلى هاي المرحلة؟ ما مفروض نوصل؟ طيب أوكي، بالإهمال. الإنسان يجب أنه ما يهمل نفسه. يعني كثير مرضى سكري يبطل الأدوية، يضوج من عندها، يروح على عشابين غير مختصين، مع احترامي للمختصين، ويسوي له خبطات ويأخذها، أو يسمع من أم فلان هم حثونه، من جيرانهم أم فلان أغلي شوية بخور، وأغلي شوية بامية وجواريب، ونقعين طول الليل وشربيهن. يسوي هاي الأمور، أو يروح إلى دجال أو مشعوذ أو شخص معين يدعي الروحانية، وعود يطيبه وش يسوي له شيء يطيبه ويعوف الأدوية. إهمال العلاج يؤدي إلى هاي النتيجة المأساوية. أو هو المريض يأخذ علاج بحجة أضرب إنسولين وطق لي نص كيلو زنود السد. عزيزي، مو هيك الحياة. أنت ليش تعاقب جسمك؟ أنت حبه أنا أحب جسمي، هذا الله أتمني عليه، أحاول أوصله إلى مرحلة إلى أن أسلمه إلى التراب بدون ما أصير علة على أهلي ويقصون نعم. رجلي وإيدي ويشيلون من جواي. نعم. فالإهمال العلاج، الاتجاه إلى علاجات شعوذة وغير صحيحة، هذا يؤدي إلى هذه النتيجة. كلها من الأمور السلبية اللي صحيح. طبعا طيب. هاي تسوي مضاعفات مضاعفات مضاعفات، ما يهتم بأقدامه، لازم دائما يفحصها طبيب طب رياضي. او مثلا مريض السكري، كثير من المرضى يجي ننصحهم لا تصومون. لا دكتور انا اصوم الله يشفيني. عزيزي طيب. حتى الله وصانا بأجسادنا، مو انت ما يصير، انت اذا صمت ما يصير كل اربع ساعات الكلى اذا ما يدخل بيها ماي، حتى الانسان الاعتيادي تزيد نسب التهاب مجاري بوليه وكذا. طيب. فانت لا. تجي وراها تفطر لي بثمانية اللي واصله ما يصير تاكل بالسبعة. طيب. وتاكل لي لأن المائدة كبيرة، فما يلتزم. يعني يجب أن طيب. يلتزم بإرشادات دكتور الطبيب. دكتور كل هاي الأمور اللي تذكرها للأسف نعم. مجتمعنا العراقي دا يندرج ودا ينخرط بيها، وهي أمور سلبية مثل ما ذكرت. دكتور عندنا كلام بعد أكثر وأكثر إن شاء الله بالأيام نعم. المقبلة وبحلقات أخرى من برنامجنا الصباح، برنامج شمس الفلوج، حول هذا المرض الخطير. يا رب إن شاء الله يبعد عنك كل شر، ويبعد عني كل شر، ويبعد عن نورهان كل شر، ويبعد عن العالم بأكمله كل شر، سواء كان هذا المرض أو غيره. الطبيب المختص والباحث النفسي الدكتور سيف جنان، أنا أشكرك شكر جدا كبير لتواجدك اليوم ويانا ضمن محورنا الرئيسي. شكرا جزيلا دكتور، وإلنا جولة أخرى بإذن الله.